انا شوي بالحياه كلاسيك يعني، قصدي ما في كتير اوفر لا بلبسي ولا بطريقه حكي ولا بمدري شو ولا بخواتم او قصص او هيك. فجع بالي كان اطلع هيك شوي من البوزات المعتاده والاشياء هاي، فقلت لحالي فينا بهذا الفوتوشوت نعمل هيك شيء. يعني اول شيء بدي اتشكر الستايلست عمر عبد الغني، هو المسؤول عن الاطلال اليوم بكامله. يعني العين اللي عم تصورني على اسمي هو، يعني بدي اوجه له كمان تحيه، بلال عجوز. هي اول تعاون بيني وبينه، بس الهيئه انه رح يستمر ان شاء الله. هلا هو كتعاون اول كان ظريف للامانه، حتى بموضوع البوزيشن يوم احنا ما كثير تلبكنا بهذا الموضوع. بالعاده انا كل ما نعمل او نجهز شيء فبالعاده بناخذ احنا شيء 10 صور، بينما هالمره كان الموضوع مختلف. يعني من اول مره عم يزبط الموضوع تماما، عم تكون النتيجه كثير حلوه. هو بحكم انه احنا اعمارنا شوي متقاربه من بعض، ففي شغلات انا ممكن تدور ببالي كشاب نعمل شيء فريش بعيدا عن موضوع المبتذل بالنسبه لموضوع الجلسات اللي بنشوفها بالعاده. فبحاول اني شوي اني اعطي شيء مختلف، ما يكون شيء عادي بالنسبه للعالم، يعني يكون ملفت للنظر. شوي طالع هيك لستيل الشباب والصيف، بتعرفي هلا فريش اكثر، الالوان ممكن تكون يعني اكثر، ما عدا وحده من الاطلالات يعني هي اسود كلها. انا بحب اللون الاسود كثير والابيض كثير، يعني انا مفضلهم من اكثر الالوان. فلهيك حبيت انه كمان ضمن يعني الاطلالات الصيفية اللي هلا عم بعملها انه يكون في لون اسود، هيك يكون شوي عاطي على كلاسيك، مثل ما اللي شيء اللي بيشبهني صراحه. يعني انا اللونين هدول الاسود والابيض. بالنسبه للاطلاله الثالثه اللي هي شوي يعني سبورشي اكثر من انه تكون يعني شبابيه كثير واوفر وكذا، لا شوي هيك سبورشي اخترناها بانه بتعبر عني وعن غيري اكثر من انه بس لحالي، عرفتي وهيك.